السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب جيم الملحق، صفحة 38 من ملحق كتاب جيم الأولى إعدادي الترم الثاني اللي هو الكتاب ده. هنحل إن شاء الله صفحة 38. راحت فين؟ تمام، صفحة 38. طبعا السؤال الأول بيبقى سؤال اللي هو الاستماع listening. نحن إن شاء الله من السؤال التاني اللي هو المحادثة. السؤال الأول، وليد بيقول you look so excited don't you، أنت شكلك متحمس أليس كذلك؟ قال له yes I am so happy، نعم أنا سعيد جدا. قال له why بقى you are ولا are you؟ طبعا في السؤال بقدم الفعل المساعد على الفاعل، فهنا هتبقى are you happy، ليه أنت سعيد؟ فقال because my father bought a new car، لأن أبي اشترى عربية جديدة. قال له great news، أخبار عظيمة. what is the car، هتبقى making ولا made of؟ طبعا made of مصنوعة من، يبقى made of. فقال له it's made of a lot of things، مصنوعة من أشياء كتير. for example، على سبيل المثال a car door is made، هتبقى made of metal، العربية مصنوعة، اللي هو باب العربية مصنوع من المعدن، لأن المادة لم تتغير وواضح وباين ليا إن هي من المعدن. بعد كده قال له where ولا what are the seats made of، أنا بس بسأل عن مصنوع من إيه المقاعد، يبقى what الإجابة التانية what. بعد كده قال له I think our car seats، إن العربية بتاعت المقاعد بتاعتنا are made of expensive leather، مصنوع من الجلد الغالي. قال له are you going to learn to drive it، هل انت هتتعلم ان انت تسوق عليها او القيادة؟ فقال له no ولا yes my father promised to teach me، ابي يعني وعدني ان هو هيعلمني، يبقى yes نعم ابي هيعلمني، وعدني ان هو هيعلمني. بعد كده الباسج in the next 50 years time، في حوالي 50 سنة القادمة computers will be much more intelligent، الكمبيوتر هتصبح أكثر ذكاء than today، أكثر من هذه الأيام. and they will change people's lives، وهتغير حياة الناس. computers will help people work learn plan and decide، هتوقع يعني هتعلم الناس أو دلوقتي هتبقى تساعد الناس في التعلم وفي التخطيط لشيء وفي اتخاذ القرارات. they will help people from different countries، هيساعدوا الناس من بلاد مختلفة. to understand each other اللي هم يساعدوا بعضهم ان هم يفهموا بعضهم البعض. by automatically translating، عن طريق الترجمة التلقائية او الاوتوماتيكية. from one language to another، من لغة الى لغة. intelligent computers will work as scientists، هتعمل كأنها علماء. and will start to make discoveries on their own، وبرضه هتبقى تعمل اكتشافات. I believe that soon we will be able to repair the human body in the same way that we can replace damaged parts of cars or other machines. تمام، انا اول مره ارى المعلومه ديت. انا بؤمن ان احنا قريبا هنقدر نصلح اي جزء في جزء الانسان البشري، زي ما بنغير اجزاء في العربيات وفي الماكينات. تمام، 5 years from now، 5 سنين من دلوقتي. we will be able to grow new fingers and a few years after that we new arms and legs within 50 years replacing you we whole body will be normal. غريبة، بيقول لك احنا بعد كده هتنمو عندنا اذرع واصابع جديدة والجسم بتاعنا هيبقى عادي او هيبقى طبيعي كالاجسام، يعني هتبقى شيء طبيعي. المهم what is the main ideas of this text، ما هي الفكرة الرئيسية لهذا الباسج؟ يبقى هنقول مثلا computers in the past، الكمبيوترات في الماضي، ولا computers in the future، الكمبيوترات في المستقبل، ولا computers at schools، الكمبيوترات في المدرسة، ولا computers and translation، الكمبيوتر والترجمة. طب هو كله بيتكلم على الكمبيوتر في المستقبل، computers in the future، لأن برضو ما تتكلم هتبقى ترجمة كل حاجة، خاصة كل حاجة يعني. بعد كده السؤال الثاني what will we be able to grow in the future، ايه اللي هنقدر نزرعه في المستقبل؟ احنا قلنا اللي هي الاذرع والاصابع.
يبقى انا عندي فينجرز هنا موجوده وعندي ارمز ازرع وليجز ارجل، يبقى all of these كلهم على بعض. السؤال الثالث، what does the underlined pronoun they refer to، زي بتشير الى ايه؟ زي فوق موجود بلان، انت بتشير الكمبيوترز، يبقى ده على كمبيوترز، يبقى الاجابه رقم بي. بعد كده اسئله الاختيارات، today a computer are not intelligent than they will be in the future، الكمبيوترات دلوقتي هتبقى اقل طبعا من ذكاء الكمبيوترات في المستقبل، هتبقى لسه الاجابه رقم ايه. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الخامس، in the future في المستقبل، replacing you which body whole body will be، هتبقى ايه اللي هيبقى عادي طبيعي، يبقى هي قال لي نورمال، يبقى انا عايز معنى مساوي لكلمه نورمال، يبقى يوجوال هيبقى شيء طبيعي او عادي اللي هو زراعه الايادي والارجل. بعد كده السؤال السادس، computers will help people to، الكمبيوترات هتساعد الناس ان هم يعملوا ايه؟ work يعملوا، learn يتعلموا، make discoveries يعملوا اكتشافات، all of these كل هذه الاختيارات الاجابه رقم دي. بس هي كانت غريبه بصراحه. السؤال بعد كده الاختيارات، when we travel to other countries we need a، لما نسافر لدوله اخرى بنحتاج الى ايه؟ بنحتاج الى تورست سائح ولا فيزيتور زائر ولا جايد مرشد ولا ويتر جرسون، يبقى جايد مرشد الاجابه رقم سي. بعد كده السؤال الثاني، ايجيبت هاز جريت ريل واي نقاط ان ذا مودرن، سنه الاضاءه مش واضحه معايا، سنه عمر سوينا عشان الاضاءه مش واضحه معايا يا عمر. ايجيبشن هاز جريت ريل واي، ريل واي لسكة حديد، ات هاز مودرن ترينز اللي هي فيها قطارات حديثة، يبقى هنقول هنا لاينز خطوط السكك الحديدية هي ديت، وكيفز في كهوف، وبايبس مواسير، وتانلز أنفاك، يبقى الإجابة الأولى. السؤال الثالث، when we camp in the deserts، in deserts احنا لما بنعسكر في الصحراء، we sleep in احنا بننام فين؟ بننام في الخيمة، يبقى تنتس اللي هي الإجابة رقم دي. بعد كده السؤال الرابع، in the future في المستقبل، we will have احنا هيبقى عندنا ايه؟ cars، يبقى عندنا عربيات كهربائية طبعا، وبس مش كهربائية هنا بقى، هو يقصد driverless اللي هي عربيات بدون سائق. السؤال الخامس، القرآن نقاط happen when the earth move suddenly، دي بيحدث لما الأرض بتهتز فجأة، يبقى ده الزلزال earthquake الإجابة رقم بي. بعد كده السؤال السادس، solar نقاط make electricity from the sun اللي هي solar panels اللي هي ألواح الطاقة الشمسية، يبقى الإجابة رقم سي. السؤال السابع، I saw many نقاط of the ancient Egyptian in the museum، أنا شفت كثير من إيه في المتحف المصري، يبقى statues اللي هي التماثيل الإجابة رقم إيه. بعد كده السؤال الثامن، we نقاط to visit Rome next summer، يبقى احنا بنخطط ان احنا هنزور روما ال next summer الصيف القادم، يبقى we are going to، طالما في to اهي يبقى going to. يبقى السؤال اللي بعد كده، علي ميك نقاط a cup of tea، علي عمل لنفسه، علي عمل نفسه فنجان شاي، يبقى himself. بعد كده بس مش علي، علي المفروض ميكس، ثانية واحدة أنا مش شايف كويس بصراحة، ده هنا علي وراكما، تمام عشان اتأكدت هي كده في كاما تحت علي، يبقى كده هو بيخاطبه، يبقى اعمل لنفسك كوباية شاي، يبقى يور سيلف الإجابة رقم إيه. السؤال العاشر، كاشويانز اللي هي الوسائد او المخدات، نقاط قطن مصنوعة من القطن، يبقى هي جمع، يبقى ار ميد اوف، ادور عليها ار ميد اوف الاجابة رقم دي. بعد كده اسئلة التصحيح، ار يو جوينج، ويل يو جوينج ديت، لا طبعا فينا جوينج يبقى احط ار، يبقى ار يو جوينج. السؤال الثاني، زوس بيردس تايرد، بعد كده ان ذا سن، يبقى هنا انا مش شايف كويس للاسف، زيز بيردس درايد، درايد يبقى درايد زيم سيلفس عشان دول زي العاقل. بعد كده السؤال الثالث، وات از يور شوز ميد اوف، هنا الشوز اور عشان جمع،
there are electric cars in the future يبقى هيكون في عربيات في المستقبل، يبقى there are تبقى be يبقى will be. معذرة أنا مش كويس للأسف. السلام عليكم.